موضوع الوقود موضوع شديد الأهمية والحيوية لحياة شعب غزة، وبالقطع مصر تبذل مجهود كبيرة جدا، وبندعو المجتمع الدولي والدول الرئيسية أن تبذل الجهد معنا. دخول الوقود أحيانا أهم من دخول المياه. المياه يمكن أن تعوض ولو بمياه ملوثة، ويتم محاولة علاج الناس من التلوث بعدها. أما الوقود فمعناه أن تتوقف بقية مستشفيات غزة عن العمل مع هذا العدد المرعب من الجرحى وأيضا المصابين.